الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها هذا الثلاثاء على ارتفاع. بورصة لندن سجلت ارتفاعاً بمعدل 42 نقطة، بورصة فرانكفورت سجلت تقدماً بمعدل 14 نقطة، وبورصة باريس سجلت ارتفاعاً بمعدل 51 نقطة. الارتفاع يعود إلى آمال المستثمرين بقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمزيد من الخطط لتحفيز الاقتصاد، لكن التخوف بشأن أزمة أسبانيا الاقتصادية قلص الارتفاع. اليورو سجل ارتفاعاً أمام الدولار ليبلغ دولاراً واحداً و29 سنتاً، وسعر برميل النفط البرنت سجل ارتفاعاً أيضاً ليبلغ 110 دولارات و84 سنتاً.